نتفائل فيها أن تكون هذه الخطوة خطوة تبادل الأسرى المرحلة الثانية، وتعتبر من أكبر خطوات تبادل الأسرى، بادرة حسنية وبادرة خير تكلل المرحلة التي قام بها الأخوة الأشقاء بقيادة المملكة العربية السعودية للتحالف العربي بإعادة السلام إلى اليمن وإعادة الوئام بين اليمنيين. فهذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة من مراحل إعادة السلام في اليمن وربوعه بكاملة. هذه الخطوة ستلحقها خطوات أخرى بعد العيد إن شاء الله، اللي هي تبادل الكل مقابل الكل يعني. وهذه أولى خطوات السلام، تلحقها إن شاء الله تفاهمات أكبر حول إعادة السلام وتوحيد شمال اليمنيين بشكل عام في ربوع الوطن. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.